اللغة العربية. يعني الطالب مش هينقص فيها درجة أو اتنين في التعبير أو الإنشاء اللي بنسميها حتى، يعني هيجيب في المارك في كل حتى في اللغة العربية. يعني كانت بالنسبة لي أنا كراجل متخصص في التعليم، ولا هو في نموذج بعلم على أساسه وخلاص والواد كتب النموذج اللي حافظه من الدرس الخصوصي أو من السنتر؟ إذن المسألة كانت محتاجة الوقفة. يعني إحنا أيام ما كنا بنتعلم والحد قريب كان في حصة للتعبير دي، كلمة تعبير أنا بعبر فعل، أنا بكتب، أنا ولكن دلوقتي حتى التعبير حتى الإنشاء بقت لها نماذج الطلبة بتحفظها، ويجي في الامتحان يروح كاتب النموذج فياخد العلامة. ده مش معيار، مش معيار، ولكن المعيار إن أنا بخلي قدرة الطالب من خلال اللغة العربية، من خلال أي بديله إيه من القدرات، بديله إيه يحس إن هو استفاده ممتاز.